بلبك فلور، ندرس البلبك فلور على مود نفهم البلبك كافيتي، على مود نفهم الريجن اللي موجوده بها اجزاء اللارج انتستين، لان احنا قلنا الركتام موجود في البرينيوم وبالتحديد بالبوستيرير تراينجل اوف ذا البرينيوم ان بتوين الاسكيال فوسا، وقلنا الركتام يقع بالترو بلفس، وقلنا سيجمويد موجود والديسندنج كولون موجود بالفولس بلفس. فلازم نفهم الاناتومي والديفيجنز اوف ذا بلفيك كافيتي. البلفيك بون يتكون من تو هيب بون ساكرام وكوكسيس ارتكليتد وذ ايتش اذر فورمينج البلفيس. البلفيس نقصد به هو هذا الارتكليشن اللي هو يتم ات فور جوينتس. تو ساكرو اليك جوينت يربطن الساكرام بالبيوبك بون، هذا هو البيوبك بون، والبيوبك بون مكون من ثلاث عظام ملتحمه مع بعضها، هذا البيوبك زين، هذا اسمه البيوبك، وهذا اسمه اسكيوم، وهذا اسمه اليوم، هذا اسمه اليوم، هذا منا لهنا اليوم، ومنا هذا صاير مثلث ويسموه بيوبك، الباقي اسكيوم، هذا ان كل ملتحمه مع بعضها يكون بيوبك الهيب بون او بيوبك بون، يتمفصل مع الساكرام تو جوينت لاترال تو لاترال ساكرويليك جوينت رايت وليفت زين، وهذه هي ساينوفيال جوينت، وجوينت كلش مهمه خصوصا بالروماتولوجي لانه ات از فريكوينتلي انفليمد زين. هاي واحد، وكذلك اكو مفصل ما بين الساكرام والكوكسيكس ساكروكوكسيكال جوينت، وهو هم ايضا ساينوفيال جوينت، واكو بتوين التوبيوبك بون انتيريرلي هذا السيمفيز بيوبك وهو سكندري كارتيلاجينوس جوينت، واكو ايضا ليجمنتات يربطن، اهم شيء انه الليجمنتات ذن الاثنين، هاي قلنا للاشكيام بي سباين وبي اشكيال تيوبروسيتي، من الاسكيلوتروفيسيتي ليجامنت يروح الى الساكرام اسمه ساكرو تيوبروس ليجامنت، ومن السباين اسكيل سباين الى الساكرام هو ساكرو سباينوس ليجامنت. اوكي اكو انذر ليجامنتس هنا موجوده اد ذا ساكرو اليك جوينت، هي انتروسيوس ساكرو اليك جوينت وبوستيرير ساكرو اليك جوينت، وعندي ايضا اليو لامبر ليجامنت. اوكي بس المهمات ان هذني الاثنين. البلفس يتقسم الى تو بارتس، جريتر بلفس اور فالس بلفس، واللسر بلفس اور ترو بلفس بواسطه المدخل اوف ذا البلفس، هذا هو الحدود مال المدخل، مدخل البلفس البلفيك إلت، تفصل البلبك كافيتي الى تو كومبارتمنت. الكومبارتمنت العليه هاي اللي ما لها دخل بال جينيتال يورو جينيتال والاورجانز، فهي يسموها جريتر بلف او فولس بلف. نلقى شنو هنا؟ نلقى الديسندنج كولون، نلقى السيجمويد كولون. صحيح السيجمويد كولون يتكون عاد للبريم، هذا البريم زين، وهو عنده ميزنتري يدل ينزل لي جوه، بس تكونه بالجريتر بلفيكس او الفولس بلفيكس زين، واللسر بلفيكس هو المحصول ما بين المدخل والمخرج مال البلفيك كافيتي زين. حدود المدخل، هاي حدود المدخل يسموها بلفيك بريم زين، حدودها شنو؟ حدودها من الامام، هاي من الامام السيمفيز بيوبك زين، والبيكتينايل لاين، هذا البيكتينايل لاين زين، ومن اللاترال اركويت لاين هذا الاحمر، ومن البوستيرير هذا عندنا سوبيرير بورشن اوف ذا ساكرام اند البرومنتري اوف ذا ساكرام، هاي برومنتري، فالخط الواصل بين هالمناطق يسموه بلفيك بريم اور بلفيك انلت زين. الاوتلت الاوتلت بلفيك اوتلت المخرج يكون دايمون ان شيب، بوستيرير للتب، انتيرير لي هاي البيوبك ارش، هذا يسموه بيوبك ارش، والانفيريور بوردر اوف ذا اشكيو بيوبك ريموس، هذا اشكيو بيوبك ريموس، لان مشترك بين البيوبك والاشكيو.
زين ايش كيو بيو بكريموس هاي انتيريرلي فروم ذا سايد الليجمنت يا ليجمنت اللي هو الساكرا تيوبروس ليجمنت والتيوبروسيتي ايش كيو تيوبروسيتي فيصير دايموند انشي اذا عندي مخرج وعندي مدخل زين عرفنا حدود المدخل والمخرج والكافيتي ان بتوين يسموها بلبك كافيتي اور ترو بلبس اور لسر بلبكس اوكي اللي هي موجود ب الركتم بوستيريرلي والبلدر اند بروستات بالميل والبلدر اند اليوترس والفاجينا بالفيميل واضح يعني هاي البلبك كافيتي هاي هسه هو كورونال سكشن فور ذا البلبك كافيتي هاي هي هنا الانر سيرفيس اوف ذا بيوبك بون يكون مغطى بعضله اسمها اوبتريتر انترنس وهاي الأوبتريتر انترنس مغطى بفيشيا يسموها أوبتريتر فيشيا من الأوبتريتر فيشيا أوريجين فور ذا عضلة داخلية داخل البلبك كافيتي المحصور ما بين الانلت والأوتلت زين هاي العضلة اسمها إليفيتر أناي الإليفيتر أناي تصير دايفرام تتحد مع الإليفيتر أناي ماي الأنذر سايد بالنص تدحن بالميدلاين ومكونة فلور صاير قاسمة البلبك كافيتي إلى two compartment superior compartment و inferior compartment superior compartment هاي محصورة ما بين البلبك بريم والدايفرام هذا اللي تكون من الفيتر أنا زين هذا هنا يقع بي البلدر تقع بي الركتام زين يقع بي البروستات بالميل تقع باليوترس بالفيميل واضح اللور هالف هذا يسموه برينيوم محصور ما بين الدايفرام سوبيريري بلبك دايفرام الليفيتر اناي والاوتلت يسموه برينيوم هذا شنو يقع به يقع بوستيريرلي الانال كانال وانتيريرلي يقع به الاكسترنال جينيتال اورجانز زين اكسترنال جينيتال اورجانز فالبلبك كافيتي هاي البلبك كافيتي بها كونتين وبها وولز الوول بها انتيرير وول بها بوستيرير وول بها تو لاترال وول وبها فلور هذا اللي نحكي على الترو بلبك كافيتي اور بروبر بلبك كافيتي هو كله ترو هذا كله البرينيوم والبلبك كافيتي بروبر كلهن بلبك كافيتي ترو بلبكس زين بس ينقسم الى برينيوم هذا اللور ثيرد والابر تو ثيرد يسموها بلبك كافيتي بروبر زين بلبك كافيتي بروبر واضح هسه هذني المصطلحات بابا الوول مال البلبكس الانتيرير وول هو هذا يتكون من البلبك سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا بيوبك بون والبلبك بريم هذا البلبك بريم والسيمفيسس بيوبس بوستيريرلي الساكرام بلبك سيرفيس اوف ذا الساكرام والكوكسيك زين والعضله الموجوده عليها يا عضله بيريفورمس والبلكسس اللي موجوده اللمبو ساكرال بلكسس الموجود ويكونون ذن يكون المغطاه بفيشي زين من الجوانب منا ومنا راح تشوف شنو راح نشوف البلبك سيرفيس اوف ذا بيوبك بون وبي اوبتريتر فتحه يسموها اوبتريتر فورامين وهاي الاوبتريتر فورامين مغطاه بعضله اوبتريتر ماسلز والمسل مغطى بفيشي شوف هاي العضله ومغطى بفيشه هاي الفيشه اسمها اوبتريتر فيشه زين من الاوبتريتر فيشه شوف اكو ثيكنس يسموها هذا وايت لاين اور تندنس ارك تنشا هاي العضله اللي راح تكون الفلور اللي الليفيتر اناي تنشا الليفيتر اناي اوكي واضح هسه هذا هو المدخل زين هذا هو الساجيتال سكشن فور البلبك كافيتي هذا المدخل هو البلبك انلت وهذا هو المخرج وهاي هي الاليفيتر اناي قاسم الكافيتي الى تو كومبارتمنت ابر تو ثيرد بلفيك ترو او بلفيك بروبر اللور وان ثيرد برينيوم قلنا بالبرينيوم نلقى الانال كانال زين بالترو بلفيكس هذا اللي هو بالابر تو ثيرد نلقى شنو الركتم زين ويدل السمول انتستين وكذلك السيجمويد لان هذين عندهم ميزنتري بس هن مكانهن لي فوق هنا بهذا بالجريتك بلفيس بالفورس بلفيس اوكي
من يتكون هذا الديافرام؟ قلنا يتكون الديافرام من عضلة مهمة واسمها الليفيتر أناي، وعرفنا الليفيتر أناي تأخذ أوريجين من اللاترال وول، منها من الفيشيا اللي تغطي العضلة الموجودة على اللاترال وول. زين أوكي، وعضلة صغيرة بوستيرير للليفيتر أناي. أوكي بوستيرير للليفيتر أناي. الأوتلت، الأوتلت أخذنا إحنا الباوندري مال الأوتلت، هو مال البرينيوم، هو نفسه الأوتلت مال البلفس، هم انتيريرلي يتكون يكون دايمون ان شيب. زين انتيريرلي اللور مارجن اوف ذا بيوبيك سينثيسيس، بوستيريرلي تيب اوف ذا كوكسيك، لاترالي يكون بي، لاترالي يكون بي انترولاترال وبوسترولاترال. انترولاترال الاشكيوريكتال ريماس، اشكيو بيوبيك ريماس، والبوسترولاترال هو الساكرو تيوبرس ليجامنت، هاي هو حدود البرينيوم. البرينيوم ينقسم الى تو تراينجل، باسطة الإيماجينري لاين اللي يمتد بين التو إشكال تيبروسيتي، ذني إشكال تيبروسيتي. بالوسط مالت هذا اللاين أكو برينيال بدي، هذا البرينيال بدي هو عبارة عن فايبرو ماسكولر بدي، ها يفصل التو كومبارتمنت، هاي ذني ممكن كل تتحسس، هذني يمكن أن ينشافن ويتحسسن إذا وضعت المريض بالليثوتومي بوزيشن. زين الانتيرير هذا تراينجل يسموه يوروجينيتال تراينجل، هذا ما علينا به، هذا بالفجانا والاكسترنال جينيتالي. زين البوستيرير تراينجل بالوسط بالانال كانال، على جانبيه باكو فوسه متروسه فات يسموها اشكيو ريكتال فوسه سبورت للريكتم، هذه المصطلحات اللي حكيناها. وهذا البرينيال بودي كلش مهم لان يعتبر السنترال بارت فور اتاتشمنت للديفرنت مسل من التو تراينجلز. زين فيعتبر سبورت هذا، فاذا صار ديفكت بهذا البرينال بدي اللي هو فايبرو ماسكولر بدي، زين يعتبر سنترال بوينت للبرينيوم. اوكي هاي هسه كل الحكيته. اوكي هسه نرجع للفلور. الفلور قلنا مين تكون؟ تكون هذا الفلور، شوف هذا الفلور قلنا هذا اللاترال وول، هذا اللاترال وول زين عيني، وهذا البوستيرير وول، هذا البوستيرير وول زين، ومنها الانتيرير وول زين، وهذا هو الفلور اللي راح يقسم لي البلبك كافيتي الى ترو بلفيس، هذا الترو بلفيس اللي يقع به الركتم، هذا هو الركتم، واللي جوه هذا اللي جوه هو البرينيوم، هذا هو البرينيوم. اوكي جوه الفلور، هذا هو الفلور، الفلور صاير دايافرام، صاير مثل الدايافرام. اوكي عضلتين، عضله يمنى وعضله اليسرى الليفيتر اناي، ويتحدن بالنص، بس بنصهن اكو فتحات اثنين، اكو فتحات اثنين بالميل وثلاث فتحات موجوده بالفيميل. اوكي واضح، واضح ان شاء الله. فيتكون الدايافرام من عضلتين، عضله انتيريرلي تشغل الانتيرير تو ثير، وعضله بوستيرير تشغل اللاترال البوستيرال ثير اللي اسمها كوكسيجيس مصل. زين تاخذ اوريجين من السباين، من اشكال سباين تروح الى السايد اوف ذا الساكرام اند الكوكسيك. اوكي هاي البوستير، والانتيرير ليفيتر اناي اللي تاخذ من الـ من الوايت لاين اور تندنس ارت اللي هو ثيكنس بي الاوبتريتر ميوكوزا اللي تغطي الاوبتريتر مصل اللي موجوده على اللاترال وول. زين تغطي الاوبتريتر فورامين. اوكي هاي هي هاي العضله، هاي العضله هي هاي الدايافرام، يسموها بلفيك دايافرام، يسموها بلفيك فلور، ها يسموها ايضا الليفيتر اناي مصل، لان هي الاكبر شيء، وهاي عضله كلش مهمه لانه تسوي لنا سبورت للستركتشرات اللي موجوده اللي راح تخترقها، اللي راح تجي من التروبلفيس تنزل للبرينيوم اللي هن ثلاثه، يوريثرا الفاجينا والفاجينا والانال كانال، الانال كانال ثلاثه بالفيميل، بالميل اثنين اليوريثرا والانال كانال. واضح، فهاي العضله قلنا البلبك فلور يتكون من جزئين، انتيرير تو ثير الليفيتر انال، بوستيرير وان ثير هو الكوكسيجس. اوكي الانتيرير تو ثير نقسم هاي الليفيتر انال، نقسمها الى 3 تايب اوف فايبرز. anterior fiber هاي هنا منها الانتيرير ومنها البوستيرير، لان هذا هو الكوكسيك،
زين، وهذا هو السيمفيسيس بيوبس. الانتيرير فايبر تسوي لوبينج اراوند الراوند اليوريثرا بالميل والراوند الفاجينا بالفيميل، زين، مكونه يسموها ليفيتر بروستات بالميل ويسموها اسفنكتر فاجيني بالفيميل. هاي الاور الانتيرير فايبر صايره سلينك، زين، تتحد من تجي منها تلوف تتصل بالبرينيوم بادي. هذا هو البرينيوم بادي قلنا اللي يكون يفصل بين التو تراينجل ما بين فتحة الفاجينا وما بين فتحة الأنس، زين. هذا واحد يمكن يتحسسه إذا خليت المريض بالليثوتومي بوزيشن، زين، فيتحدن هاي الفايبرات مال الانتيرير فايبر تسوي لوبينج وتسوي انسيرشن للبرينيوم بادي، زين، البرينيوم بادي يثبت. اوكي، الانترميتد فايبر هاي يسموها بيوبوركتالس ماسلز، هاي تسوي لوبينج اراوند الانوركتال جنكشن اللي حكينا عليها، زين، وتشلب بالرافي انوركتال رافي، زين. هذا الانوركتال رافي اللي هو عباره فايبر سباند اكستندد فروم انال كانال تو ذا تيب اوف ذا كوكسيك، زين. اوكي، هاي الثانيه. الثالث البوستيرير هاي يسموها اليوكوكسيجيس فايبرز اللي انسيرتد تو ذا الانوركتال رافي اند الكوكسيك العضله الاخيره هي الكوكسيك ماسلز، قلنا هاي انسيرتد تو ذا اللاترال بوردر اوف ذا ساكرام اند اللاترال بوردر اوف ذا اوكي. هاي هي البلبيك فلور. البلبيك فلور بفتحات، قلنا فتحه هياتس يوروجينيتال هاي اللي الاماميه اللي راح تكون موجوده بين التو ليفيتر اناي واللي يمر من خلالها اليوريثرا بالميل واليوريثرا بالفاجينا بالفيميل. اوكي، والفتحه الثانيه تكون البوستيرير هاي هي الهياتس ريكتاليس اللي يفوت من عندها الريكتام يدخل الى البرينيوم. اوكي، واضح. فاذا الدايفرام مهم جدا، لأنه أولاً بارتيشن بتوين التروبلفيس والبرينيوم، اثنين تشكل فلور، الفلور للبرينيوم تفصله إلى تو كومبارتمنت، يتشكل من عضلتين، العضلة الرئيسية الليفيتر أناي والعضلة الصغيرة هي الكوكسيجيس، زين. ويكون هذا شبي انكمبليت، ليش؟ لأن بفتحات، فتحة أمامية لمرور اليوريثرا أند وفتحة خلفية لمرور الأنال كانالز، وظيفته سبورت للفيزرا، وكذلك وظيفته سفنكتر اكشن للركتم والفاجينا، واسس ان انكريز انتراكرينيال بريشر. فاني ديفكت بالدايفرام هذا تير ديورينج سيرجري اور تير للبرينيوم، لان البرينيوم هو يسوي له فيكسيشن، يؤدي الى ويكنس، ويؤدي ايضا الى انه يصير برولابس للستراكشرات اللي يسويها سبورت اللي هي اليوترس والركتم، فيصير برولابس اوف ذا ركتم وبرولابس اوف ذا يوترس، زين. وهذا الفيلم ال 3D يشوفك الدايفرام يوضح لك اياه. شوفوا ان شاء الله، هو هسه اخليه اشوف احاول افتحه شلون، والله هو يشتغل بس لين مسوي عرض. Yeah.